وهذا وكل من يريد الاعتكاف يسجل اسمه عند إمام المسجد قبل موعد الاعتكاف بأسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. السبب في تحديد مدة العشرين دقيقة فقط في خطبة الجمعة أساسها وسببها دكتور محمد؟ هو أساسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبه كلها كانت نذرة، كانت قليلة وبسيطة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشك على المستمعين. احنا بنخاطب كل الناس أو كل المسلمين بمختلف ظروف المريض والمسافر والتاجر والصانع، ولا نشق على احد. خطبة الجمعة في حدود الثلث ساعة، ومن اراد ان يستزيد فبعد صلاة الجمعة يجوز ان يكون هناك درس في المسجد بعد صلاة الجمعة لمن يريد. لكن وقت صلاة الجمعة لعموم المسلمين بالثلث ساعة يعني وقت كويس مناسب ان شاء الله توصل فيه المعلومة المطلوبة والموعظة الحسنة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها. آه.